الحولي 22/8/2012. هنا تتمركز دبابات آل الأسد التي تقصف مدينة الحولة. وكما تشاهدون آثار القصف، شاهد الدمار الذي تخلفه هذه القلائد. شاهدوا الشظايا الأرض كما تشاهدون. القنابل التي نقصف بها تتشظى إلى مسافات بعيدة. شاهدوا المنزل تحدث أضرار بالغة. يقومون باستخدام قنابل من نوع جديد من أجل إصابة أكبر عدد ممكن من المدنيين وإصابة أكبر عدد ممكن من المنازل. كما تشاهدون شاهدتم القصف هنا، شاهدتم هناك، شاهدوا الدمار للتحديث على القذائف، شاهدتم أين تتمركز دبابات آل الأسد بجانب مؤسسة المياه.